الحقيقة أنه أول برلمان ألماني تأسس في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مش العشرين اللي قبله، يعني الحقيقة لهم باع وتاريخ طويل بعد سنوات قلائل من توحيد الولايات الألمانية على يد السياسي البروسي أوتو فون بسمارك، وارتبط باسم رايخستاج، وحتى احترق عام 1933. أما برلمان ألمانيا الحديثة المسمى البوندستاج فقد تأسس بالتزامن مع قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 49، وظل مقر منذ ذلك الوقت العاصمة القديمة بون، وانتقل بعد توحيد الألمانيتين عام 90 إلى مقره الحالي في مبنى رايخستاج القديم بعد تجديده بالكامل عام 99 في العاصمة برلين. هذه نبذة تاريخية نتابعها ثم نعود لمزيد من الفهم ومن الثقافة ومن التحليل ومن أيضا المتابعة. يقف مبنى البرلمان الألماني البوندستاج شاهدا على تاريخ طويل من التقلبات السياسية التي عاصرتها ألمانيا، من الدكتاتورية في الحقبة النازية إلى الديمقراطية والشفافية. البوندستاج يفتح أبوابه أمام المواطنين والسياح الذين يتوافدون على زيارة العاصمة برلين على اختلاف قومياتهم وأصولهم للتجوال في أروقته، ولا يحتاج الأمر إلى موافقة مسبقة للدخول إلى القبة الزجاجية. أما التجوال في أروقة المبنى فيتم بالحجز في قسم الزائرين. يعود تاريخ المبنى إلى العام 1884 حين بدأ المعماري الألماني باول فالوت الإشراف على تشييد المبنى الذي انتهى العمل فيه في عام 1894، وقد تم تشييده على طراز البناء المعروف بعصر النهضة الجديدة. وبعد 4 أسابيع من تسمية هتلر مستشارا للرايخ الألماني، التهمت النيران قبة المبنى في ليلة 28 فبراير من عام 1933، وانتشرت النيران لتلتهم قاعة الاجتماعات الرئيسية وبعض الغرف الأخرى، وتم توقيع ما يسمى بمرسوم حرق الرايخستاج. وكانت هذه الحادثة إشارة بارزة في تاريخ ألمانيا على انتكاسات الديمقراطية والبدء بسنوات طويلة مظلمة ومثقلة بالحكم الدكتاتوري النازي. وأتت الرياح بما لا يشتهي النازيون، وانكسر جيشهم في الجبهة الشرقية، وتقدمت قوات الجيش السوفيتي الأحمر الذي رأى في المبنى رمزا هاما من رموز النازية. وبعد معارك طاحنة في قلب برلين احتلت المبنى طلائع القوة الضاربة للجيش الأحمر. وبعد إعادة توحيد شطري ألمانيا قرر البرلمان بأغلبية ضئيلة في يونيو من عام 1991 أن تكون العاصمة الموحدة برلين مقرا له. وقبل انتقال الحكومة والبرلمان الألمانيين إلى برلين تم الإعلان عن مناقصة لإعمار المبنى بشكل يقوم على إظهار الشفافية ومبدأ ترشيد الطاقة على الشكل الأمثل. وفي عام 1995 تمت الموافقة على مقترح للمهندس المعماري البريطاني نورمان فورستر لإقامة القبة الزجاجية التي لا تتيح لزائر المبنى مشاهدة جلسات البرلمان الألماني فحسب، بل ومشاهدة معالم العاصمة برلين.